سؤال أطرحه على حضراتكم، لماذا شرع الإسلام الأعياد؟ هذه الأعياد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. كانوا في الجاهلية لهم يومان في العام يحتفلون به، فأبدلنا الله بهذين اليومين يومين آخرين في الإسلام، يوم الفطر ويوم الأضحى، ليفرح فيه المسلم وليسعد بنعمة الله عليه. فالعيد إذا جاء، جاء ليدخل السرور على قلبك، جاء لتفسح لنفسك وتفسح لأولادك، جاء لتعيش وتدرك أن الإسلام يحب الفرح والسعادة ويكره الحزن والكآبة. الإسلام يأمرك أن تفرح، يدعوك لأن تسعد، يحب لك أن تعيش هانئا، أن تعيش مسرورا، لا يحب الحزن ولا الكآبة ولا يحب الضيق والعناء والمشقة، ولكن الإسلام جاء ليفرح القلوب، ليسعد الأرواح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإسلام يدعوك إلى الفرح، يدعوك إلى أن تسعد، ولكن لماذا تفرح؟ وبماذا تفرح؟ إيه اللي يفرحك يعني؟ هل اللي يفرحني كثر الفلوس، كثر الأموال، المناصب، كثر العيال؟ المؤمن يفرح بالطاعة، يفرح بالقرب من الله. إيه اللي يخليك تفرح بإيه؟ افرح عشان ربنا خلاك مسلم، المسلمين هيخشوا الجنة والكفار هيروحوا النار. كان ممكن أي حد فينا يبقى مرقص ولا جرجس ولا أي حد، ممكن كان يتولد كده، لكن من رحمة الله يختار لك أب وأم مسلمين وجد وجدة مسلمين، ينتهي نسبك إلى سيد المرسلين محمد. اللهم صل عليه. واذكروا، افتكروا نعمة الله عليكم بإيه؟ بأن جعلكم مسلمين، أنقذك بالإسلام من النار، جعلك الله موحدا، جعلك الله مسلما. نعمة عظيمة نعمة الإسلام، افرح عشان أنت مسلم. سيدنا إبراهيم مدح ربنا فيه الإسلام، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا إيه؟ مسلما. سيدنا إبراهيم مش عايز يبقى مسلم لوحده يا عياله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. له ولعياله. سيدنا يوسف في سورة يوسف يقرأ: قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. نفسك في إيه؟ قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما يا رب، عشتني على الإسلام، تقبضني على الإسلام. ملكة سبأ قالت: وأسلمت مع سليمان. سليمان مسلم آخر. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كل الأنبياء مسلمين، لا نفرق بين أحد من إيه؟ من رسله. لذلك عش على الإسلام وموت أيضا على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. افرح إن أنت مسلم، احمد ربنا إن اختارك مسلم، اشكر الله على نعمة الإسلام. أحد الناس الطيبين وأحد العارفين وقف على عرفات، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الوقوف على عرفات في الأعوام القادمة يا رب العالمين. وقف على عرفات وقعد يفكر يدعي ربنا بإيه؟ والنعم نزل عليه من كل جانب، عافاه من الأمراض، رزقه بالأولاد، أعطاه ذرية، عينين بتشوف، رجل بتتحرك، إيدين بتسعى، للرجل تسعى، إيد تبطش، لسان ينطق، قلب ينبض، نعم! وفوق دين ودين خلاه مسلم. فالراجل واقف على عرفات قال إيه؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها، هي دي أحسن حاجة من الدنيا، أنقذني من النار، أدخل فيها الجنة.
عالم الخير وراح تاني سنة فقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة فسمع هاتفا من السماء يقول والله ما فرغنا من كتابة ثوابها في العام الماضي حتى الآن ثوابها مليون تاب لأن أعظم شيء أن تحمد الله على نعمة الإسلام العصاة للمسلمين تشكر الله الكفار عيروهم قالوا لهم أنتم أسلمتم وأمنتم آه ما نفعكوش الإسلام أنتم بتتعذبوا معانا هنا الحديث يقول يا غاء الله ربنا يحصل عنده غيرة فيأمر الله الملائكة فيخرج الله من النار كل موحد أو مسلم من النار عندها بكى الكفار وقالوا يا ليتنا كنا مسلمين مصداقا لقول ربنا ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين نعمة عظيمة افرح لأن أنت مسلم أدي واحد اثنين تفرح ليه تفرح عشان أنت صوم صمت رمضان صمت أيام من عشر ذي الحجة صمت يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وتسعة وصوم يوم اثنين أو خميس أو الاثنين والخميس بتصوم بعض الأيام في السنة غير رمضان بتصوم أنت مسلم بتصوم افرح بصيامك يعني الصيام يفرحني آه حبيبة النبي تصلي عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان للصائم مش فرحة واحدة فرحتين فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة فرحة في الدنيا إذا صام وإذا أفطر فرح بفطر تتبسط أن أنت صمت أنت حرمت نفسك عشان ترضي الله فربنا يدخل على قلبك الفرح والسرور بهذا الصيام في الدنيا طب وفي الآخرة وإذا لقي الله فرح بصومه ليه تفرح بصومك؟ عشان يوم القيامة عطشت في الدنيا يرويك في الآخرة إن في الجنة بابا يقال له الريان اللهم اجعلنا وإياكم يا رب من أهل العالمين شوف ليه؟ صمت افرح لأن أنت صمت افرح لأن أنت مسلم افرح لأن أنت صليت الصلاة تفرح بيه افرح عشان تصدق آه ليه؟ لأن الصلاة تجعل في قلبك كنت تعبان ايه اللي يريح الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أرحنا للصلاة يا بلال أرحنا بها هي راحة للنفس هي طمأنينة للقلب أنت حينما تضع جبهتك في الأرض أعلى شيء فيك ايه الجبهة هتحنيها للي خلقك هتنزل بالأرض لله السجود لله يجعل في قلبك الانكسار والتواضع يجعل في قلبك التذلل لله يبعث في نفسك الطمأنينة والسكينة والهدوء أرحنا بها يا بلال جعلت قرة عيني في الصلاة الصلاة قرة للعين الصلاة قربة إلى الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إليه ساجد إذ أسجد واقترب واخضع أنك ساجد أنت من الله قريب تتخيل الصلاة تعمل فيك إيه؟ افرح لأنك أنت مسلم افرح لانك صمت افرح لانك صليت الصلاه تبعث على النفس هدوء وراحه وطمانينه وسعاده ورزق مطرده للشيطان ومرضاه للرحمن وتكفير للذنوب والاثام ومغفره من الله في هذه الايام الصلاه الصلاه تبعث على نفسك راحه جميله تحسسك انك انت قريب تقف في الصلاه تاتي الذنوب على ظهرك فاذا ركعت وقع بعضها فإذا سجدت وقع بعضها فإذا جلست وقع بعضها فإذا سلمت وقع بعضها حتى تخرج من الصلاة وليس عليك ذنب أمام الله يوم القيامة إيه النعيم اللي أنت فيه ده افرح عشان أنت مسلم افرح عشان أنت صائم افرح عشان أنت مصلي افرح عشان أنت متصدق الصدقة اللي أنت بتنفقها دي ربنا هيربيها هيكبرها لك إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة زي ما بتربي الحصان الصغير كده في البيت يربيها يربيها تكبر تخرج الصدقة كاللقمة يكتبها الله لك كجبل أحد يوم القيامة تتخيل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الأنبات السبعة لكنك تتخيل أنفقت 1000 جنيه ربنا يكتب لك 700,000 جنيه يعني 1/3 مليون تتخيل حباية ب700 حباية
جنيه ب 700 جنيه، طلعت كيلو لحمه ب 700 كيلو لحمه، اخرجت خروف يقتل ب 700. والله يضاعف، الله كريم، تعطي والله يعطي، انت تعطي على قدرك والله يعطي على قدرك، وقدر الله عظيم. عبد الله بن المبارك كان بيحج على طول، وليه تلامذته طالعين الحج وهما ماشيين في الطريق وجدوا امرأة تعبث في القمامة بتدور على لقمة عيش تاكلها مش لاقي تاكل، فحود عليها بتعمل ايه يا ستي؟ قالت ابحث عن الطعام. ليه؟ قالت لي ولبناتي، ملهاش حد يعولها، ومات زوجها وبناتها كبار، اذا خرجوا يؤذوا يتعرضوا للاذى، وهي امهم تبحث عن طعام لهم. فقال عبد الله بن مبارك لتلامذته: هذا حجنا هذا العام، وجيب بس فلوس الحج وجيب مدها لها. ورجع وروح الى بيته ومكث في بيته واستقر فيه ولم يحج هذا العام. راحت الناس الحج ورجعت قعدوا يشكروا فيه ويدعوا لي. ليه؟ قالوا: ما نزلنا في عرفات ولا وقفنا لرمي الجمرات إلا وجدنا ابن المبارك يعلمنا ويأمرنا بدين الله جل وعلا. يا سبحان الله، ده ما راحش أصلا. يقول أحدهم: أرسل الله ملكا يحج عنه ونام في ليلته فرأى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن المبارك جزاك الله عني خيرا، سترت بناتي في الدنيا وأسأل الله أن يسترك في الآخرة. يا ابن المبارك، حجة الحجيج بحجة، وأنت حجتك كتبها الله ب70 حجة. ليه؟ لأنه ساعد المحتاجين. هكذا تفرح لأنك قدمت، واليد العليا خير من اليد السفلى، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عبدي أنفق أنفق عليك. هكذا يجب أن يفرح الإنسان. افرح لأنك مسلم، افرح لانك صمت، افرح لانك صليت، افرح لانك تصدقت، افرح باللي جاي ليه؟ عشان اكثرت من ذكر الله جل وعلا. الذكر يفرحك، الذكر يسعدك، الذكر يطمئن قلبك. قال الله: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تكتر من الذكر والتسبيح. الذكر يحوش عنك البلاوي، الذكر يحوش عنك الشدائد، الذكر يديك ربنا بيك خير. شوف حبيبك النبي بيقول ايه وتصلي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم للصحابه: الا اخبركم، ما يقولكوش، الا اخبركم بافضل اعمالكم، احسن عمل هيستعرفه. اسمع النبي بيقول ايه، اللهم صل عليه. الا اخبركم بافضل اعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وأحب إلى ربكم وأفضل لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب. في حاجة أحسن من أنك تتبرع بذهب؟ في ناس بتتبرع بذهب؟ الحاجة اللي جاية دي أحسن من أنك تتبرع للناس بذهب. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله أفضل من كل ده. ذكر الله، عارف الذكر؟ ربنا نجى به سيدنا يونس من بطن الحوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الإيه؟ من الظالمين. فنجيناه بالذكر، نجيناه من الغم لوحده، لا، وكذلك ننجي المؤمنين. كل اللي يذكر ربنا بهذا الذكر الكريم الله يستجيب له الدعاء. لا اله الا انت سبحانك اني، قالها يونس في بطن الحوت، فالتقمه الحوت ثم طرده ولم يجعله طعاما له. عارف الحوت وزنه كم؟ الحوت وزنه 150 طن. عارف الوجبه بتاعت الحوت كم؟ وجبه الحوت 4 طن. الوجبه بتاعته يعني سيدنا سليمان في بطن الحوت لقمه، لقمه. وأوحى الله إلى الحوت أنه ليس لك طعام. ماذا قال؟ قر ساجدا لله في بطن الحوت، وقال: اللهم إني سجدت إليك في مكان لن يسجد لك أحد فيه، ولن يسجد لك أحد فيه،
له الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألك عبادي عني فإني، وقال ربكم ادعوني. افرح في العيد وافرح في غير العيد، افرح وحس النعم اللي ربنا اداها لك تسعد بيه. ما تنكدش على نفسك، ما تحب الزهد وحش، ما تزهقش نفسك. الحزن الله ما بيحبهوش، الله يحبك تبقى فرحان، الله يحبك تبقى مسرور. اختارك مسلم وساعدك في الصلاة وساعدك في الصيام وساعدك في الصدقة وساعدك في الذكر وفي التسبيح. افرح افرح عشان لك رب لا كرب وهناك رب. يقولك لا يقرب من له رب فكيف يحزن من له رب. أنت لك رب، قل يا رب. الله يسمعك، الله إذا مرضت من الذي يشفيك، وإذا افتقرت من الذي يغنيك، وإذا ظلمت من الذي يهديك، وإذا عريت من الذي يكسوك. الله لك رب يقول للشيء كن فيكون. خايف ليه؟ زهقان ليه؟ قلقان ليه؟ اطمن، فيه مرض وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا. عندك مشكلة هتتحل، ما بتدومش، ما فيش عسر بيدوم ولا يسر بيدوم ولا ضحك بيدوم ولا بكاء بيدوم. الكل سبحان من يغير ولا يتغير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اطمئن لا تحزن، إن الله معنا. حبيبك النبي اللهم صل عليه، كفار قريش بعد كل الضرر على الدين هيتسد، على الدين هيتسد إنه السداد. بس عندك مشكلة هتتحل، في ذهب هيروح، بس طول بالك. ربنا عايز يديك شوية حسنات، عاوز يرفع أجرك. هو في أحب من رسول الله اللهم صل عليه؟ وكفار قريش لموا بعض ورايحين كلك عشان يموتوا النبي وصاحبه. راحوا في الغار وهربانين وخدوا بالأسباب وسعوا ودعوا واقتربوا من الله، ووقفوا الكفار على الغار. سيدنا أبو بكر يقول له لو نظر أحد منهم تحت قدميه لرآه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أهو على الباب أهو، ينادي يقول له عليه يا أبا ما تخافش، ما ظنك باثنين إلا بثالثهما. لا تحزن إن الله، لا تحزن لا تحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والإيه؟ والحزن. ما تخافش هيروح، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. ما تزعلش، افرح عشان ربنا اداك نعم كتير. انت في عافيه، انت بخير، عندك بيت، عندك زوج، عندك اولاد، عندك مدرسه تاكل منه عيش. ما يخليش الشيطان يفكرك باللي اتاخد منك. عد اللي عندك تحمد ربنا. وحد الله وحده لا اله الا الله. ستنا مريم اتهموها في عرضها وفي اغلى ما تملك المراه في شرفها، ورغم هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مريدا. منسية، امرأة شريفة، واتهموها في عرضها. إذا ربنا يبعث لها الرسالة، فناداها من تحتها أو من تحتها في قراءة ابنها، وقالوا الملك فناداها من تحتها ألا تحزني. ما تحزنيش، ربنا ما يحبش الحزن. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، مش كده خلاص، وهزي إليك بجذع الإيه؟ النخلة تساقط عليك رطبا. بالله عليك، واحد زعلان وزهقان ياكل ولا يجيب نفسه؟ ربنا قال كلي واشربي وقري عينا. الله الله على مواساة القلوب. ربنا سبحانه وتعالى عايزك تفرح مش عايزك تحزن، يبعث لك رساله ليطمئنك. سيدنا موسى فرعون نسفه وهيموته، سبحان الله. ياتي القران الكريم وقال اصحاب موسى انا لمدركون. سيدنا موسى لما شاف البحر قدامه وفرعون ورا منه، انا عايزك توحد الله وتقول لا اله الا الله. تخيل اصبح سيدنا موسى مقبض فرعون، فرعون اهو ايه والبحر، اذا دخل البحر سيدنا موسى غرق، واذا وقف مسكوا فرعون الاثنين موت. يعمل ايه؟ قالوا انا لمدركون. لكن في وقت الشده مين اللي هينجيك؟ قال كلا ان معي ربي سيهدي. العصايه اللي في ايدك اضرب بيها البحر. سيدنا موسى الحل في ايده، مش عارف ان الحل في العصايه اللي في ايده. ليه؟ لان العصايه لا تفعل بذاتها ولكنها
انها تفعل بقدره من يقول للشيء كن فيكون. انت معاك الله، انت معاك الكريم هيعطيك، فلا تحزن. طب عايز تسعد؟ افرح، لا تحزن. الاخيره ازاي ابقى سعيد في حياتي؟ تعمل المجايب. ايه هي؟ عاوز تسعد؟ اسعد الناس. اذا اردت السعاده اسعد غيرك، فرح غيرك الله هيفرحك، يسر على محسن الله هيسر عليك. من فرج عن مؤمن كربته من كرب الدنيا فرج الله عنه كربته من كرب يوم الدين، ومن ستر مسلما ستره الله. لا يكون العبد اقرب من سيده. اعمل حسابك على كده، الجزاء من جنس العمل، عملت خير هتلاقيه، فقدم. هنا الحته دي اسمها المنصيه، والحته ده هي في المخ، الجبهه دي مصدر السعاده في الحته دي، والنصيه دي باذن ربنا لما تقابل الناس بوش مفلوت، اللي قدام منك يشوفك بتضحك هو كمان يروح ضحك، تنعكس المعاني الايجابيه في الوش. اللي مكشر زهقان من نفسه والناس زهقانه منه، ومحدش يرد. حتى يقول لك النبي تبسم، اللهم صل عليه، تبسمك في وجه اخيك ايه؟ صدقه. شوف البسمه تنشر النسمه، التبسم عباده، إرشاد الضال عبادة، مساعدة المحتاج عبادة، فرح الناس الله هيفرحك، ساعد الناس الله هيساعدك، أدخل السرور على الناس ربنا هيدخل السرور عليك، أدخل الخبر الحلو بلاش الخبر الوحش، ولو في خبر وحش خففه ما نحدفوش كده زي لا، لطف وليتلطف ولا يشعرن بالبقاء، يتلطف من أسماء الله اللطيف، اختار الكلمة الحلوة، اختار اللفظ الطيب، اختار الكلمة الخفيفة، فرح الناس، أدخل السرور عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان، خلي بالك بقى من اللي جاي، مهم جدا المقابله، قابل الناس بروح، ما تقابلش الناس اللي انت احسن منهم. احد الصالحين كان يقول ما رايت احدا الا ظننت انه افضل مني عند الله. ليه يا عم؟ قال ان كان اكبر مني سبقني الى الطاعه. طب وان كنت انت اكبر منه؟ قال وان كنت اكبر منه سبقته الى المعصيه. بيتهم نفسه، ده في ناس بدل ربنا تدهوس على الناس، تهيأوا الناس كلها حواليك بس بتفكر هو يا اخي انت بقى اللي هي اليقين دي، مين اللي مديها لك؟ الفكر اللي اعطاه لنا مين؟ الارزاق بايد مين؟ قابل الناس بتطلع مين؟ 100 رحمه تنزل على المسلمين الاثنين، 99 لمن بدا السلام ومد يده وجزءا واحدا لمن رد السلام، وخيرهم الذي يبدا بالايه؟ مش ده كلام النبي اللهم صل عليه؟ انت بتتعامل مع الله، ما بتتعاملش مع البشر، اتعامل مع ربنا. اللي بيبيع ما بيبيعش النبي، ده حتى اللي بيبيع الرسول ما بيبيعش الرسول، ده بيبيع ربنا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. الله، فعايزين الروح الحلوه تنتشر، عايزين الحب ينتشر، عايزين التواضع ينتشر. ان اتكبرت على الناس مش هيحبوك. امتى الناس تحبك؟ لما تتواضع، لما تتواضع. تواضع ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعك. من تواضع لله ايه؟ رفعه. ومن تكبر على الله وضعه. اختر لنفسك. فالانسان العاقل يكون هين لين. عايز تسعد؟ طب اسعد فين؟ قابل الناس مقابله كويسه، حب الناس، سلم على الناس، تبسم عند لقائهم عشان تدخل السرور عليهم، فيدخل الله السرور عليك.